انا بقول ان احنا مش هننسى الرقم ده. لو قلناه انا ببقى محتاج اجيب سلع اساسيه في الشهر ب 1000 ب 1000 مليون بمليار دولار في الشهر. يعني عايز اجيب قمح، ذره، زيت، فول، صويا بمليار دولار. طب انا ببيع للناس بايه؟ ببيع للناس بجنيه. طيب طب عايز وقود قد ايه؟ ممكن اقول برضو رقم، وده بالمناسبه ما بيخشش فيه، ويصلح لي وزير البترول الكلام، ما بيخشش فيه الرقم اللي مصر بتنتجه. بنتكلم في مليار دولار تاني، بنتكلم في مليار. انا بقول رقم ممكن يتقفل، يزيد شويه يقل شويه، لكن ده شهريا. طيب ايه كمان؟ النهارده محطات الكهرباء بتاخد غاز يساوي تقريبا، وبرضه يصلح لي الدكتور شاكر وزير البترول، تقريبا بمليار دولار كمان شهريا. يبقى 3 مليار دولار ما اقدرش ابدا انا ما اوفرهمش، ما اقدرش، لانها حاجات اساسيه. خليني ارجع مره معاكم تاني، وارجو ان احنا بس انا مش داخل في نقاش، لكن انا بحاول اشرح لكم حجم التحدي اللي احنا عايشينه من حتى من قبل 2011. حتى من قبل 2011. واقول لكم ان الارقام ديت إذا ما كانتش الدولة المصرية بكل اللي فيها يعملوا على إن إحنا مواردنا من الدولار تبقى أكتر أو تساوي، أكتر أو تساوي إنفاقنا من الدولار، يعني اللي بيجي لنا سواء بقى بنبيع منتجات، بنصدر، قناة السويس، تحويلات المصريين، السياحة، إن ما كانتش مصادرنا، مواردنا اللي بتيجي بالدولار تساوي او اكتر من انفاقنا، هيبقى دايما عندنا المشكله ديت. الموضوع هو ده ببساطه الحكايه، هي دي الحكايه كلها اللي عامله. طبعا حد يقول لي طب ما انتوا الحكومه والدوله تظبط الموقف في الاسواق. صحيح طبعا ليكوا حق، وده كلام انا بقوله دايما لنفسي قبل ما اقوله للحكومه وقبل ما اقوله لوزاره الداخليه. بس كمان انا عايز اقول لكم اللي احنا بنتكلم عليهم دول مواطنين مصريين. يعني انا لما اكون مواطن بكسب كويس قوي وعندي قدره ان انا يبقى عندي تجاره بمليارات الجنيهات للقمح او السكر او الذره او كلام من هذا القبيل، اتصور ان المكسب المناسب يبقى كفايه. مش هقول له ابدا ضحي ولا اخسر عشان خاطر مصر، لكن المكسب المناسب كفايه. ده كلام ما يعني ما مش بالخواطر بتمشي الدول. الدول بتمشي بالسياسات وبالقوانين وبالعمل. اذا الازمه اللي احنا فيها ديت ليها حلول؟ اكيد. بس صدقوني حلولها كلها بتعتمد علينا احنا. علينا كلنا. هقول لكم على حاجه. كنا بنجيب ب 4.5 مليار دولار سيارات في السنة. بجيب ب 2 مليار وشوية دولار موبايل. أنا بقول الكلام ده، ما في الآخر أنت بتروح للبنوك أو للبنك المركزي وتقول أنا عايز أفتح عشان أجيب ده وأجيب ده وأجيب ده.